دشنا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة بصالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة مبادرة أبطال بلا حدود للمصابين العسكريين، والتي أقيمت تحت رعاية سموه وبتنظيم من الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة وبالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وتأتي ضمن مبادرات سموه لدعم المجالين الرياضي والإنساني. وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله لصالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة الرائد سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة بالحرس الوطني، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير الشؤون الشباب والرياضة، واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني. وبهذه المناسبة أعرب سموه عن الفخر بما قدمه ذوي العزيمة وتحديدا المصابين العسكريين وبتضحياتهم الكبيرة لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم، مضيفا سموه أنهم كانوا على قدر المسؤولية، حملوا الأمانة بكل صدق وعزيمة، ولم يضعفوا ولم يستكينوا في مواجهة أي خطر يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن، وكانوا درعا يحمي ثرى هذه البلاد وشعبها. وقال سموه إن ما نقدمه اليوم لهم ليس سوى جزء بسيط من التقدير لتلك التضحيات الجليلة التي سطروا بها أروع الأمثال. وأضاف سموه أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى تهيئة الأجواء الملائمة التي تشجع المصابين العسكريين على الاندماج في المجتمع. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد إننا لنفخر بما قدموه من جهود وتضحيات كبيرة لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم، فهم كانوا على قدر المسؤولية، حملوا الأمانة بكل صدق وعزيمة، ولم يضعفوا ولم يستكينوا في مواجهة أي خطر يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن، وكانوا درعا يحمي ثرى هذه البلاد وشعبها. وما نقدمه اليوم لهم ليس سوى جزء بسيط من التقدير لتلك التضحيات الجليلة التي سطروا بها أروع الأمثال وخطوا بها نهج جميع منتسبي السلك العسكري في أن يضعوا البحرين دائما في أعينهم ويسهروا على راحتها ويرعوا مصالحها ويذودوا عنها ضد أي تهديد وخطر يعكر صفوها وجوها الذي يمتاز بوحدة شعبها والتفافه حول راية مليكها المفدى. كما أوضح سموه أن باب مبادرات سموه سيكون مفتوحا للجميع لا سيما المصابين العسكريين للمشاركة فيها، مبينا سموه أنه وجه الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة لاحتواء هؤلاء الأبطال ليمارسوا الرياضة عبر توفير كافة الأجواء المثالية لهم في صالة الاتحاد واحتضان الألعاب الرياضية التي يودون ممارستها لإبراز مواهبهم وقدراتهم والتي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها على صعيد المنتخبات الوطنية وللمشاركات الخارجية القادمة. وقد أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة للإعداد والتحضير لإقامة هذا الحدث. وفي الختام أكد سموه أن تاريخ مملكة البحرين سيظل يذكر ما قدمه إخواننا المصابون العسكريون من عمل وطني سام وخدمة جليلة، فهم مفخرة للأجيال القادمة.
الأمل بالحياة كبير وعزيمة تستمد رصانتها من قلب جميل يدعمه فكر نقي وشخصية داعبت ما واجهته من عقبات للتغلب عليها بإرادة قوية. لتطل علينا مبادرة أبطال بلا حدود للمصابين العسكريين التي تستهدف دعم العسكريين ذوي العزيمة والهمم في المجالين الرياضي والإنساني، ولتكون هذه المبادرة خير مشجع للمصابين العسكريين على الاندماج في المجتمع. نشكر سمو رائد الحفل الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، على يعني مبادرته الإنسانية الرياضية للمصابين العسكريين. وهذه المبادرة يعني تنطلق من اهتمامات جلالة الملك المفدى في هذه الفئة اللي خدموا البلد بالغالي والنفيس في حفظ أمن الوطن في داخل وخارج مملكة البحرين. تمثل زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد تعتبر دعم كبير، دعم نفسي ومعنوي لجميع المصابين من رجال الأمن العام، وكذلك وجوده وتشريفه لنا وفي هذه الانطلاقة الطيبة في هذه البرامج الرياضية اللي من دورها تفعل وتشارك جميع المصابين في كل البرامج الرياضية سواء في داخل البحرين أو في خارج البحرين، وأي إصابة ما نعتبرها عائق، بالعكس نعتبرها هي زيادة في العطاء. مبادرة أبطال بلا حدود للمصابين العسكريين شملت كذلك تكريم عدد من الشخصيات والمصابين العسكريين، وذلك على ما بذلوه وقدموه ببطولاتهم الجلية وبجهودهم الطيبة خدمة للوطن. ما قام به سمو الشيخ خالد أثلج جميع صدورنا جميعا، وهي طبعا مبادرة كانت مبادرة جميلة وطيبة جدا جدا، من المبادرات التي تحفز الجنود الأصحاء قبل المصابين. المبادرة هذه مثلتنا وحفزتنا، وزملائنا سعيدين بهذا المبادرة ونفتخر فيها وحفزتنا إلى الأمام لنرد على عملنا. نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على هذه المبادرة الطيبة وتكريم جميع العاملين اللي خدموا المصابين من سنة 2011 إلى الآن، وهذا يدل على شيء، يدل على مبادرته الطيبة وحرصه واهتمامه لجميع المصابين اللي خدموا الوطن. جهود مجتمعية تنصب نحو تهيئة الأجواء الملائمة التي تشجع المصابين العسكريين على الاندماج في المجتمع، لتكون هذه المبادرة واحدة من تلك الجهود التي تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الجانب الرياضي، كما تسخر الرياضة لإرساء دعائم التنمية والسلام. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.